ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون <applause> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آه السلام عليكم ورحمة الله اخواني. ان شاء الله ريني آه من مجلس كان باقي منا الله سبحانه وتعالى موجود كان ساتو عذب كسيس أن بصا ساتو عذب ددلم ألارا يهودي دنصراني يا إتو ااا أه بربجحان بربجحان دن كسيس تان يبرلكو دلم ساتو أمة ساتو عذب الله سبحانه وتعالى دل الله سبحانه وتعالى دل سبود دلم أه سوره الأنعام أه Nah, uh, dalam surah uh, Al-An'am ayat 65, Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai satu antara azab Allah bukan hanya gempa bumi ataupun azab Allah Subhanahu wa taala hanya uh, berlaku banjir ataupun hanya berlaku uh, gunung berapi yang meletup tak. Antara azab Allah perpecahan dalam satu umat. لأن الله سبحانه وتعالى سب ودنا سورة الأنعام: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شيعاً) وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الله سبحانه وتعالى كتب أو يلبسكم شيعا آه وَيُذِيقَ بعضك بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أنت رأى الله سبحانه وتعالى من جدي كان كتاب كبولاً يبرتلقه أليراً يبرلينان أو يلبسكم شيعا من جدي كُنْبُلًا برتلاقة من جدي أليرا من جدي أه بوء بوء أه تدأ سهلون الشيعة يعني الفرقة كُنْبُلًا فرقة أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض لأن الله سبحانه وتعالى باقي كتا مرسائي كسوسهان دم kumpulan ini akan sesak kumpulan ini, kumpulan ini akan tuduh. Kumpulan ini akan kata kumpulan ini kafir. Subhanallah, perpecahan besar ni. Satu azab Allah Subhanahu wa taala. Unzur kayfa nusarrifu al-ayat la'allahum Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita faham. <coughs> Jadi antara azab Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu umat berlaku perpecahan. Allahu akbar. Ayum dah lama tak jumpa awak. Ya Allah barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum akhi. Ayum, satu perpecahan. Kita tengok umat Islam yang berpecah belah. Uh, kumpulan uh, berpecah belah kerana politik. Kafir mengkafirkan kerana politik. Ta'assub kepada parti. Ini bukan azab, ini satu azab besar. Satu azab besar di mana kerana parti dia sanggup bergaduh bukan kerana Allah dan Rasul. Sepatutnya ikhwani, سبحان الحب والكره في الله كنت اسال الله كران دي سعين الله كنت اسال الله سال الله الله كنت الرسول. بنشي كنت اسال نعم بنشي. نعم. سوارا كنت سوارا الله أخواني اسال الله كنت عبد العظيم العظيم اللي كانت أهلا وسهلا حميدة وسهلا اسال نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير أخي أيوم دبر جهور نعم أه روبيا وعليكم السلام آسيا ما شاء الله فوزية نعم أسوار أوكي إخواني سنغافورة كليو دي كاتا أريا أرينا واتي دي أوكي أزوي دي ممكن عبد العظيم ممكن دي كاتا أسوار أقا جلاس Jadi satu azab. Bagaimana azab ini berlaku? Barakallahu fikum akhi Muhammad Hanazi. Bagaimana uh, Rubiah kata suara okey, Asia kata okey. Hmm. Khairul Nizam barakallahu fikum dikata jelas, Yusri jelas, Ruhaya okey semua okey alhamdulillah. Baik. akhi Abu Abdullah barakallahu fikum dah balik Uncle Jambang dikata okey insyaallah. Anwar, Anwar Khan, masyaallah. شهر بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي شهر نظام إسكندر أهلا وسهلا أخي إسكندر ماريا بارك الله فيكم ماريا طيب جدي أه بربتشها يبرلكو لكو أم أمة إسلام ستعزى بصا سيقول لنا آيات دي بارك الله فيكم أخي أيمن زام أه آيات دي الله سبحانه وتعالى قالت أبو آه, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. الله سبحانه وتعالى بوله هانت عذاب، التسكيتر كاكي وهكاكي. دازات لكي عذاب او يلبسكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، اتبون؟ الله سبحانه وتعالى بشه كان كتاب موجود كان بربشه عندي كان كتاب ويذيق بعضكم باس بعض. ذا باقي كامو مرسائي سرنجن آه كبولا العين ينسامو اجامو تبي بربشه عند الاسلام. سمعتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه ابو داوود والامام احمد والترمذي بسند حسن صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أغي يهودي بجح تجبل ساتو لساتو أليرا وغريسيان بجح بالله كبادة تجوب لدو أليرا دان بجحا غريسيان سورة المائدة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة دن أم أكو أكم بجهاك بعد تجبله تجألرا كلها في النار إلا واحدة يا لطيف سمو أليرا إني دن أبي نرتك قالوا يا رسول الله ومن هي قال ما أنا عليه وأصحابي قولوا إن يسلمان ينكو رسول الله صلى الله عليه وسلم دن صحابة نبي دن حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيكون في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لن أدى أكن أدى دلم أم أكو قوم قوم أكو قوم يندلم أم رسول الله تتجارى بهم الأهواء من إيه حديث دلم سنن أبي داود حديث صحيح أكن أدى قوم قوم دلم أم رسول الله yang akan berlari dengan hawa nafsu. Akan ikut hawa nafsu, akan ikut bid'ah. Ah. Apa yang mereka nampak comel, dia buat bid'ah. Ah. Apa yang dia kata comel, dia buat agama. Tatajara bihimul ahwa. Akan berpecah belah kerana hawa nafsu. Kama yatajara al-kalab bi sahibih. Ataupun kama yatajara al-kalbu. Ada satu ruayat. Seperti mana anjing berlari untuk sambut tuan dia anjing seperti mana anjing berlari kejar tuan dia begitu juga subhanallah begitu juga tatajara bihim alahwa akan uh, 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 yani tatajara bihim alahwa ahli hawa nafsu akan ikut hawa nafsu yang dia suka wal ayatu billah seperti mana anjing berlari untuk sambung tetamu dia Baik, jom kita tengok dalam surah Al-Maidah. Saya akan baca insya-Allah daripada ayat 12 sehingga ayat 17 kalau sempat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita pengkhianatan orang Yahudi kepada nabi mereka. Pengkhianatan kaum Yahudi dan Nasrani kepada risalah yang diutuskan oleh Allah melalui Rasul. Bagaimana Yahudi mengkhianati Rasul yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan ماكا الله سبحانه وتعالى وجود كامبربتشان. ديكا أمريكا سام وجود اول نصراني. جم كتابين سوره المائده. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اي اسرسيو ان فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين آية 12 وآية 13 سورة المائدة مي آية ملا بتاقه والامراض التي برلاكو في بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى اتلهم بي ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى اتلهم امب perjanjian بني اسرائيل وبعثنا منهم عَشَرَ نقيبا الله سبحانه وتعالى اتوشكن 12 نقيب 12 naqib li, 12 صالح بني اسرائيل وقال الله في زمن النبي موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى وجد كان دوبلس دوبلس كتوه، يعني صالح، يعني نبي موسى عليه السلام، دامريك من جدي، صحابة نبي موسى، سبرتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحابة، نبي موسى عليه السلام هذا صحابة، دام بونكوت، سبرتي من الله سبحانه وتعالى، سب وجوه، سورة البقرة، "وإذ استسقى موسى" وإذ استسقى موسى ربه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا نبي موسى عليه السلام دعا الله من ايه الله سبحانه وتعالى وحي كان موسى بكل بشهان بني اسرائيل. يا hmm. الله سبحانه وتعالى كتب في بهذا السوره المائده وقال الله اني معكم الله سبحانه وتعالى جانجي بني اسرائيل اكو برسام كامو سلاجي وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه سلاجي كامو ديري صلاه واتيتم الزكاه ها ديري كان صلاه بركان زكاة وآمنتم برسلي بريمان كباد سمو نبي الرسول يا الله سبحانه وتعالى أتوس وعزرتمهم ينكمبال. التعزير انت معا. وعزرتمهم يعني النصرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه النصرة يعني من بري برتلونان كبادة نبي ين الله سبحانه وتعالى أتوس الله سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتوهم إذا كان صلاة الله سبحانه وتعالى ككل أَكَنْ البرسام وبني اسرائيل سلاقي صلاة بايا زكاة وآمنتم برسلي بعد وَعَزَّرْتُمُوهُمْ بُكَنْ سَكَأْ بِالْإِيمَانِ آه، سمعتوه علماء أهل السنة والجماعة كتأ الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح واتباع للسنة سبحان الله إمام إبن تيمية الشيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله يسبب أمثل بكره الأشياء الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح واتباع للسنة إخواني إيمان أدق إيمان لاقي بصار تصديق بالقلب برئيمان دل هاتي وإقرار باللسان سبء دل مليده وعمل بالجوارح برتين ده بتقول أكو بالإيمان أكو صلاة أكو زكاة واتباع للسنة إكو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى رسول الله بوا كتاب واقته الإيمان اسمها لم سيبات ايوه نعم نعم هذا لم كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه يا الله كتاب الايمان يا الله صدق كتابي ان شاء الله كيتا كنا كنا نستا كتاب كتاب تابي ان شاء الله سبلهم كتاب, آه، نعم. <سؤال> <سؤال> سنباي... <سؤال> كتاب الايمان شيخ الاسلام ابن تيميه سبلهم سيبات نعم ني ديو يا سلام تابي سيدا سامباي طيب 156 ني كتاب ني كتاب الايمان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله dan تعليق الشيخ الباني كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية دان تح... يان تعليق الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الألباني يان كلور كان كتاب يان سانا إهباني كتاب يان سانا رائع جدا جدا untuk mantapkan إيمان kena baca kitab ni bagaimana dia ajak awak untuk mencintai Allah dan Rasul benci apa yang Allah dan Rasul benci طيب uh, اه... نعم mm Uh, Syekh, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ikut para salaf juga طيب ا hmm. uh, Di mana saya jumpa Semalam دي سبوت Pendapat seorang Ulama' sunnah uh. mm -hmm. Nah ايوه نعم نعم. آه ومن هذا القول ومن هذا الباب اقوال السلف وائمه السنه في تفسير الايمان. نعم، إين تفسير اهل السنه. آه كاتا الشيخ الاسلام ابن رحمه الله ومن هذا الباب اقوال السلف وائمه السنه في تفسير الايمان فتاره يقولون هو قول وعمل. ولما السنه دا انطرى السلف الصالح كاتا الايمان قول وعمل. وتاره يقولون هو قول وعمل ونيه. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة جدي إيمان ينطلق كوا قول كتب وعمل برعمل ونية واتباع السنة مم. نعم ما شاء الله نعم أيوة أيوة أني أنت علماء الأمر سهل ابن عبد الله التستري كما سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة إيمان تيجا 4 أمبأ بكرة سؤال علماء الأمر سهل ابن عبد الله التستري سهل ابن عبد الله التستري ما سهل سهل ابن عبد الله سهل ابن عبد الله التستري كده كنا جوا سهل ابن عبد الله التستري mm. نعم سهل ابن عبد الله التستري سهل ابن عبد الله طيب سهل ابن عبد الله التستري طيب سهل ابن عبد الله التستري كنا بتأجبه أيوة نعم سهل ابن عبد الله ابن يونس ما شاء الله سهل ابن عبد الله ابن يونس التستري شيخ العارفين أبو محمد التستري كان من الزهاد ما شاء الله من علماء الحديث من الزهاد العلماء مم طيب سبحان الله انت ترى كلام سهل لي ذكرت لا معين الا الله ولا دليل الا رسول الله ولا زاد الا التقوى ولا عمل ولا عمل الا الصبر عليه ولا عم. نعم سبحان الله انت العلماء بالصلاه نعم اصول سنه اصول سهل ابن عبد الله تستريني سبحان الله كلام علماء سنه apa yang اصولنا سته التمسك بالقران والاقتداء بالسنه واكل الحلال وكف الاذى واجتناب الاثام والتوبه واداء الحقوق ما شاء الله يعني من العارفين من الزهاد أنت زاهد ومحدث طيب يدي إخواني آه الله سبحانه وتعالى دكت آه بني إسرائيل وقال الله إني معكم لئن إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم إخواني من يقر رسول لأن وأقرضتم الله قرضا حسنا

Tapi Allah kata, "Wa man kafara ba'da dhalika minkum." Tapi siapa yang kufur dan melanggar perjanjian Allah lepas tu, itu, maka tiada yang berjanji Allah di bawah daripada jalan yang lurus. Adakah Bani Israel jaga perjanjian yang dengan Allah Tak jaga. Dalam ayat 13, Allah kata apa? itu. Tiada yang berjanji Allah mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Allah tak jaga tak ikut nabi Musa tengok Allah kata apa sekali subhanallah ikhwani sekali kita melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul akan datang malapetaka sekali jilawan sunnah sebab tu ikhwani dalam Quran Allah kata falyahzharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah Sedikit sedikit melawan dan menentang sunnah Rasul ataupun mengabaikan sunnah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala akan uji kita walaupun sedikit sunnah sedikit buat bid'ah sikit Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan kita ingat sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan mereka atas bukit Uhud 50 pemanah yang paling handal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik seorang ketua. Untuk Rasulullah kata kamu duduk di Bukit Uhud, insya-Allah kita pergi umrah ni. Tempat paling saya nak pergi. Selain uh, Masjid Al-Haram dan selain Masjid Madinah, saya nak pergi tengok Bukit Uhud di mana tempat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 50 para sahabat yang tugas mereka jaga بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ملانتك كتوة عبد الله ابن جرير عبد الله ابن جبير عبد الله ابن جبير نعم رسول الله كانت أمريكا احموا ظهورنا جاقوا بلا كامي إن رأيتمونا نغلب أو نغلب فلا تنصرونا كلو كامو كامي كانت jangan nak bagi pertolongan. Wa araitu muna nagham fala tusharikuna. Kalau kamu melihat kami sedang ambil rampasan perang, jangan ambil sekali. Tapi lepas tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan Uhud, lima separuh daripada mereka melanggar perintah Rasulullah turun untuk menyertai sahabat-sahabat mereka untuk kutip rampasan perang dan ghanimah. Terus datang kekalahan. Sebab lawan perintah Nabi Tengok. Lawan perintah Nabi. Sikit je. Subhanallah. Sebab tu sahabat tak akan lawan perintah Rasulullah SAW. Walaupun kecil. Walaupun kecil. Tapi perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi apa? Lawan. Sami'na asayna. Tengok Allah SWT sebut juga dalam surah Al-Ma'idah. Ada satu ayat. الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور سورة المائدة نعم أي أوروبا؟ نعم أي تجو واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا سمعنا وأطعنا بركاتا إني سمع محل بركات أن سمعنا وأطعنا إني لها يا أنك درجة صحابة الله كتب أبوه سورة صورة النور "إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا" يا الله إنما كان قول المؤمنين يعني الصحابة جواب الصحابة بالمركة دي سر ودان دي أنتو menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kata Rasulullah menjadikan perintah Rasulullah kata putus terakhir ain yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun mereka lah yang berjaya di dunia dan akhirat sebab itulah sahabat berjaya tak pernah menentang Rasulullah sekarang ustaz penglibur lara penceramah yang ada sekarang mendidik masyarakat mendidik orang awam taat kepada ustaz. Apa ustaz kata, ambil bulat-bulat. Taat kepada aku. Akulah ulama. Aku habib. Aku keturunan nabi. Taat kepada aku. Walaupun dia bawa fahaman yang bertentangan dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajar dan ditanam di dalam masyarakat kita. Sunnah nabi campak jauh. Bayangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kerana kata Rasulullah. Rasulullah kata, لا نورث ما تركناه صدقة رسول الله كتب نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترس أي متمعة ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه ترس تأباقي هرت بساكك كبار فاطمة ساتو كلمة أبو بكر كتب والله إني ما كنت تاركا شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفعلته أكو تأكن تنقل سسواتو بكر يا رسول الله بوان. melainkan aku buat. Ini aksha interak tu saya amin amrihi an azir. Aku takut tinggal satu benda daripada perintah Rasulullah aku sesat terus. Ya Allah. Tapi zaman kita ikut Rasulullah ke? Boleh jawab. Zaman kita ikut Nabi. Adakah zaman kita ikut Nabi? Kita bila bawa hadis sahih. Adakah orang nak ikut? Tak. Tak nak ikut. تانا ايكون وقت... سبحان الله. سبتوني صفة منافق واذا قيل لهم تعالوا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. بلا مريكا دي سروا انتو كم بالك الله تنسونه نبي رايت المنافقين يصدون عنك صدودا او اكمليها او منافق. تنجلك كان او طيب سيدنا بانجان الله سبحانه وتعالى ذا سبول الله سبحانه وتعالى سبقول فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم لعنه دي لعنه بلا بال يهودي بني اسرائيل ملاوى النبي موسى الله سبحانه وتعالى باقي لعنه كموديان ينقدوا يعني بلا سال الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إخواني أهل بدعة مين ما هاتي دي كراس دي أكن ماكي همون أوا دي أكن ترشي أوا دي أكن قولوا بي أو دي أو إتش تو دي أكن أهل بدعة مين ما إلمو علمه أدب تعدى أخلاق تعدى علم سبب تعدى علم قرآن دا سنة جانا كي تجدي سبرتي أهل بدعة إخواني نصيحة زي سنتياس لنبو كان هاتي دين القرآن سنتياس لنبو كان هاتي دين حديث رسول الله سنتياس لنبو كان هاتي دين ذكر الله ين دي أجر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر كتابان دعاء ذكر أنت لبلي مدى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دو كلمة خفيفتان رنا خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دو كلمة هي صنع بغا دي الله سبحانه وتعالى حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوا ذكر بيا هاتي جد سبب أهل بدعة تنأيكو رسول الله مريك بوا ذكر سديري منك الله سبحانه وتعالى تنجو ذكر مريك تأكم برلاكو ذكر مريك تأكم برككلا سبب بكان عمل النبي Ingat satu kaedah yang awak kena ingat setiap bidah ah tak akan kekal dan ahli bidah ah adalah orang pertama yang tidak akan beramal dengan bidah ah dia tak akan kekal insyaallah tapi dia akan melerik dan akan berlarutan bidah ah, dia tak akan kekal dalam uh, kala kala yang dia, yang mereka buat dan, dan cipta tapi bidah ah ini akan melerik dan akan jadi sesat siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دي معنى رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كنبه رسول الله كتب إياكم ومحدثات الأمور برهاتي هاتي دلم بكار بارو يندي چبتو دلم أقامه چون تولى هاريني سي صلاة جمعة سينا صلاة ين سبلا سيني دمي الله ما غينا صلاة دي تأجاق السنة تأجاق ربا صف تأبنتي ما صف ترس ماري أبو دي بوات بقى سوره قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس ادك احسب لهم صلاه كي تجيئها ولي رسول الله باجي قل ما صلاه بلا امام ده الله اكبر كي تترس الإمام امام الله اكبر ما سوء صلاه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاه مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير ما سوء صلاه الله اكبر ده حرام bercakab مارو باجي القران تي مي ماغي ساينا صلاة بون تا خشوع. ديس بلوم صلاة قل اعوذ برب الناس ملك الناس قل هو الله واحد الله الصالح. تا هاب سبون ابري باتيو تا بيدينا بدعه. لبس هاب إمام بون بدعه. سباتون يا هاب صلاة كيتا استغفار استغفر الله. استغفر تا إمام ترس الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك وفي... والله اخواني نيساتو اديك هاباتيو قران لبس سلام سنه نبي تدا عمل بدعه. ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب الذي الله سبحانه وتعالى كتب فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه الذي يبرتموا لعنة منذ يبرتموا الله سبحانه وتعالى ترون كان اتى بني اسرائيل دي لعنة كدووا هاتي مريكا جدي كرس كرين كموديان ده مول سيس ابو يحرفون الكلمه عن مواضعه ياتي بلس سوره المائده يحرفون الكلمة عن مواضعه مريك أبه القرآن أي القرآن مريك أبه تحريف الكتاب من أبه أي القرآن سبرتي الشاعرة سبرتي جهمية سبرتي معتزلة الله سبحانه وتعالى كت الرحمن على العرش استوى مريك كت الرحمن على العرش استوى مريك كت استولى أبه الله سبحانه وتعالى صفة كان ديري دلم كتاب ديو الله دلم كتاب ديو القرآن صفة كان ديلي. الرحمن على العرش استوى، ركيكتر تا كامي تا كامي اوبا، جدي استولى. استولى ثم مبنروهي. الله جيب عرش كمدين الله تا استولى تا من كترول. يا الله. يحرفون الكلمه عن مواضعه. اني كيتم مليحا؟ دا فرقه، ين كلور دا اهل السنه. المعتزله، الجهميه والاشاعره. سامو، تعرف بزر. تحريف القرآن تحريف الكلام يحرفون الكلمة عن مواضعه سبحان الله فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ده لوبو ونسوا حظا يا الله بلا بدعة يا مريكا بوائي. الله سبحانه وتعالى باقي امريكا نسوا نسوا الله فنسيهم ونسوا حظا مما ذكروا به ابو يا رسول باقي امريكا نوبه سبع سنه دي بينجر كان بدعه دي كانتي جلس تاع بويني اخواني انا متى جلس تاع جلس بويني يا اخواني سبحان الله يا الله جلس تengok الله سبحانه kenapa para ulama kata seperti uh, الامام uh, uh, حسان ابن عطيه Dalam kitab, uh, dalam kitab Sunan Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi tengok ni ya salam hmm. subhanallah tengok ni kata uh, uh, dan juga ini pendapat Imam Al-Auza'i qal mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naz'a Allah min sunnatihim mithlaha siti aqum yang buat bid'ah ah untuk menggantikan sunnah ataupun menandingi sunnah nak beri tandingan nak beri saingan kepada sunnah إلا نزع الله من سنتهم مثلها مستي الله سبحانه وتعالى أكن شابو شابو ساتو سنة بلا ساتو قوم ريك بدعة سنة أكن هيلة. ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة كمديا الله سبحانه وتعالى تدا أكن كمبالي كان سنة إني سنبي هاركياما. إني بكن حديث تبي إني كاتا سؤال تابعي. حسان ابن عطية المحاربي رحمه الله لأن ترى تابعيا أه أه طبقة الرابعة منين قال تاهون سراتوس دوبلو هجره. كان من علماء افاضل زمانه ديني ادله غورو كباد الاوزاعي. يا سلام. ديه غورو كباد الامام الاوزاعي رحمه الله. حسن بن عطيه كان من اهل السنه. نعم. نعم اخي أيوم بارك الله فيك اوغان كريستيان. نتي ان شاء الله كي تا كان سبو سيبو ابسو برتامو ان شاء الله اسو ابسود kesesatan Kristian. Hari ini kita tengok kesesatan dalam uh, skala yang uh, pendek insyaAllah. Uh, dalam uh, kuliah yang tak, tak panjang. Tapi kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala uh, Bani Israel. Sebab, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melakna orang Yahudi? نَقَضُ الْمِيثَاقِ Mereka mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah. Tak ikut Nabi Musa. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية كمودين هاتي جريك الرأس يحرفون الكلم ما شاء الله نعم باي خير الدين طيب طيب باي إن شاء الله شدنا باي بارك الله فيك خير الدين ساتو آية يان سنة سنة بنتين آية توجو سورة العمران بارك الله فيك طيب الله سبحانه وتعالى سب دلم سورة العمران بارك الله فيك اخي خير الدين. آه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله الله أكبر الله سبحانه وتعالى بلا ترون أَنْ القرآن أنت رسول الله ني أيأني يعني؟ عائشة رضي الله عنها دلم حديث صحيح مسلم رواه البخاري والإمام الترمذي والإمام مالك وأبو داود والإمام أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي بتش أيأني يعني. رسول الله بتش أيأني يعني. هو الذي أنزل عليك الكتاب الله ينترون كان كتاب كبدكام وهي محمد منه آيات محكمات أدا آية محكم آية محكم يعني جلس ترن تعدى مسألة تدى خلاف منه آيات محكمات هن أم الكتاب آية إن جلس آية محكم يلا آية ينبال بانيو دل القرآن أم الكتاب قل هو الله أحد آية محكم آه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله محكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه سواء جلس فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوس اي محكم اي محكم منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات اد ايات متشابهات متشابهات ممكن تدا جلس باقي سستنا بها فاما الذين في قلوبهم زيغ أوغن يا مسألة دلم هاتي أوغن يا penyakit dalam هاتي أوغن منافق أوغن جحد أوغن أهل بدعة أهل الأهواء والبدع فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أهل فتنة ينتوي القرآن أهل الزيغ والضلال ينتوي القرآن الله سبحانه وتعالى كتب الرحمن على العرش استوى كتب الإيمان الله استوى وارتفع سبرتي من الله سبحانه وتعالى صفاء كانديري كي تتدى تاويل كي تتدى تشبيه كي الله دودو التسعره سبرتي كي تتا كي تتاكات تشبيه كيت تأكد الله سبحانه وتعالى استوى كيف سبرتي من كات إمام مالك رحمه الله إمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول باقي مانا كي تتاكه تاويلنا بيان والايمان به واجب والسؤال عنه والسؤال عنه بدعه. أغا ينسوك سان تأويل آيات القرآن أهل بدعه وأهل الفتنه وأهل الضلال. أغا ينسى. يعني من يبقى كان أغا إسلام ما كنت تشلرو كنبوت انا ايكو الله أبي الله كاتب. كنبوت انا ولا علماء سلف كنبوت انا ايكو الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي قال نثبت لله ما أثبته لنفسه ولا نؤول ولا نعطل ولا نشبه كي تبدأ تدأ منافقا صفه الله ابتداء منو لا اي القران كان مبر فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله هاني الله ينتهي تأويله جانا تاويل القران والراسخون في العلم يقولون امنا به وين يبطل ده مسؤول علمه فهم قرآن دان سنة دان ايكو الصحابة هالصحابة دان صلاف مريكا كاتا كامي ايمان سهجي. امام الشافعي امام الاوزاعي امام مالك امام سفيان الثوري امام سفيان بن عينة حماد ابن سلمة حماد ابن زيد سعيد بن جبر سمو علماء سنة علماء سلف كاتا الاستواء معلوم نثبت لله ما اثبته لنفسه ولا نقول كيف كامي تأكدت باقي سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا يعني رسول الله قال إذا رأيتم إذا رأيتم أولئك الذين يتتبعون المتشابه من القرآن أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم يا الله حديثني بس حديثني سنة بس رواه أبو داود ومسلم فاحذروهم رسول الله كتب هاتي هاتي يا الله هذا سنة سنة يتبعونها لا يتبعون القرآن أيضا لا يتبعون العلماء أو نى حديث عائشة مم. سبحان الله نى آية ينسى التي قلتها عائشة قالت كت... تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نى حديث رواه البخاري الله أكبر تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أهل الفتنة سك تأويل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله كلو تنغى أغن إكو أي متشابهات شوك تأويل أي متشابهات أولئك الذين سماهم الله إني له قلما من يا الله ده sebut mereka ahlul zair wa ahlul fitnah wa ahlul dalal fahdharuhum berhati-hati dengan mereka Allahu akbar bila tengok orang takwil ayat Quran ingat dia ni ahlul fitnah ahlul fitnah subhanallah طيب اخواني saya rasa insyaallah jelas jelas ya Allah bab ini dan jangan nasihat saya jangan berdebat dengan ahlul fitnah ahlul bidah jangan jangan berdebat kesalahan besar yang kita selalu lakukan Jangan berdebat khususnya dalam Quran. Sebab awal dah tengok Quran, dah tengok hadis, jalan salaf ikut. Jangan berdebat. Jangan uh, ber, berlawan ataupun nak cuba bertengkar dengan ahlul bidah. Jangan berdebat dengan ahlul bidah. Dan ahli uh, hawa nafsu. Ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dah sebut. Uh, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أغن أهل فتنة أهل هوى نفسه أهل بدعة سوكا سنغن سوكا سنغن قوي دم ندائي أياء متشابهات الرحمن على العرش استوى سبرتي هو يهودي الله سبحانه وتعالى ده سبه ده سورة المائدة جوكا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم بما قالوا وقال نعم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى كتب بل يداه مبسوطتان. اه يهودي كتب ام الله سبحانه وتعالى تريكه الله تقبل انا باقي رزقي. تبي الله سبحانه وتعالى صفه كانديرين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله هذا تنغن عاد بو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أبى الله سبحانه وتعالى صفه كانديري مغنى لدينه نثبت نثبت صفات الله كما اثبتها لنفسه نقول في الصفات كما نقول في الذات نقول في الصفات كما نقول بالذات إني له مذهب امام البخاري وامام مسلم والترمذي واحمد ومالك والشافعي والاوزاعي وسفيان ابن عيينه وسفيان الثوري ويحيى ابن راهوي اني مذهب اهل السنه والجماعه نثبت لله ما اثبته لنفسه. تبسكرني ين من بنروه كتاب لا جهميه. جهميه يا اخواني. اهل الفتن والاهواء والبدع جهميه. يا نافكا كوجود الله سبحانه وتعالى التسعرش تسعرش. منافكا كوجود الله. ليس فوق السماء ليس في السماء شيء. ولكن الله التسعرش ان تسعرش. حماد ابن زيد رحمه الله. حماد ابن زيد أنت علماء سنه. حماد بن زيد دي سام وتعب يحيى بن ابي كثير وعبد الرحمن بن أه يحيى بن ابي كثير وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري سفيان بن عينه و ينسى حماد بن زيد سامو وترفني وعبد الله مبارك قال هؤلاء هؤلاء يدورون على انه ليس فوق السماء ليس فوق العرش شيء هجوم كاتة جهمية، الله تدعى الله تأته كأمانة هؤلاء قوم أضاعوا إلههم، ملكة تأتاه أدى كده الله سبحانه وتعالى ملكة الله كأمانة، أضاعوا إلههم والعياذ بالله تبي كتئكوا القرآن أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ كتئكوا القرآن سببت من الله سبحانه وتعالى سببت دلّم سورة الملك الله سبحانه وتعالى كتب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء الله سبحانه وتعالى يعني أدى نعم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الله سبحانه وتعالى ما هتنجي تبي ملك منافكا صفة الله سبحانه وتعالى والله أعلم إيتوا إخواني يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف القران تحريف القران تاويل تاويل ايات القران بلا مركه تاويل الله سبحانه وتعالى سُبِّل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله نِيَّةً اهل الفتنه نِيَّةً اهل بدعه تاويل القران سوباي سمو القران أكان هيلا مقصود yang يعني kita يعني الظاهر قران كتاب seperti mana Allah sebut Quran bahasa yang senang difahami tapi ahlul bidah batiniyah faham al batiniyah jahmiyah dan syiah syiah rafidah mereka memang ta'wil ayat al-Quran supaya keluar daripada maksud dia dan Quran bila kita selalu al Quran dah hilang maksud yang sebenar maka al-Quran tidak lagi difahami seperti mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang Islam Allahu akbar minta maaf akhi Zaf naam kita dah sampai penghujung mungkin notification tak sampai sebab tu ni minta tolong page ini minta tolong share kuliah kemudian awak buat semula follow back kena tekan back follow semula tekan balik semula follow dan subhanallah saya jumpa seorang orang sunnah juga masya-Allah orang Kedah masya-Allah saya happy sangat uh, ulama sunnah di Kedah nama dia Ustaz Zainuddin alhamdulillah ada seorang ustaz sunnah ramai sebenarnya ustaz sunnah uh, yang yang Ni antara ustaz sunnah yang saya baru kenal. Alhamdulillah. Ni saya tak tahu nama dia, siapa kenal. Tapi saya suka kuliah dia. Ustaz ni masya-Allah ustaz sunnah. Uh, walaupun saya tak kenal, tapi saya sayang dia kerana dia sayang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani ingat, yang boleh menyatukan kita Rasulullah. Sunnah Nabi. Sunnah yang boleh menyatukan kita. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Allahumma tsabbitna ala sunnah. Allahumma tsabbitna ala sunnah. اللهم ثبتنا على السنة يا رب، اللهم ثبتنا على السنة واجعلنا ممن يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدي سؤالا إخواني سينكون كران الله سين سيسو... سمو سيسو... إن شاء الله لا متجب أخي شافعي شافعي دروس Um, ada soalan insya-Allah tak ada tak Cukup setakat ini insya-Allah saya cuba mantapkan akidah je, tu je. Mantapkan akidah insya-Allah taala. Aslina Salim mungkin ialah Aslina Salim pun tak dapat uh, Barakallahu fikum akhi khairun. Ah, tiada tu. Jazakumullah khair anima. Maz irdina barakallahu fikum. راسنجي اللي أستأكدح اللي استأني سيتلاهوا بارك الله فيكم أخي طيب إن شاء الله جلس لك الحمد لله باي إن شاء الله أن إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم سايكنا أبو كليه لايف وأنتم ريكا إن شاء الله أوعينا نبقي عمرة دين عن سائل سأكن أبو خاصة خاص سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت لك إن شاء الله تعالى إن شاء الله ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب. او oh, جهور جنان بهاي <applause> جهور كلاهو اوغن سنة بولي تنكات روس. ان شاء الله. برهاتي <applause> هاتية بارك الله فيكم. طيب. نراكم على خير ان شاء الله. نستودعكم الله. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.